قوله من غير حجة خرجت التلامذة يعني علم العقائد الإسلامية يعني علم أحكام التوحيد من غير حجة، من غير حجة يعني من غير إيه؟ من غير دليل. أول ما قال من غير حجة خرجت التلامذة يعني التلاميذ اللي هم الطلبة يعني الدارسون بعد أن يرشدهم الأشياخ للأدلة فهم عارفون. يعني أنت تلميذ مبتدئ لسه بتدرس، أنت فقط بتردد ما يقوله شيخك، فلا تخرج عن ربقة التقليد إلا بعد أن يرشدك الشيخ للدليل، يقول لك أهو الدليل يا بني، فأنت عرفت الدليل الآن فأصبحت عارف زي الشيخ ولست إيه؟ مقلدا. بس هذا بعد الإيه؟ بعد الإرشاد. اوعى تعمل راسك براس الشيخ، لا ده هو اللي وراك الدليل يا مغفل، انت كنت الاول مقلد والا كان حتبقى مقلد الى ان تموت، فلازم تعرف للاشياخ قدرهم. قوله من غير حجة تحفظ يعني مكانة الاشياخ. شوف الامام ابو حامد الغزالي كان شيخه مين؟ الجويني، ابو المعالي الجويني. فبيقول له ايه؟ بيقرر الجويني انه ليس هناك واقعة او مسألة الا ولله تعالى فيها حكم، يعني فيش حاجة يعني تخلو عن ايه؟ عن حكم لله، سواء وصل اليه المجتهد او لم يصل اليه، انما المسألة فيها حكم لله، انت تجتهد فتصل الى الحكم او لا تصل اليه، المهم في ايه؟ في حكم لله تعالى في كل واقعة او في كل مسألة. ففي بعض المسائل قال فيها الشيخ بالبراءة الأصلية، يعني هي على الأصل لم يرد فيها حكم، فقال له كيف تكون البراءة الأصلية ذي حكما مع أنه إيه؟ أنت تقول لا تخلو واقعة عن إيه؟ عن حكم. فقال له حكم الله تعالى في هذه المسألة أن لا حكم، يعني الحكم هنا هو عدم الحكم. طيب لما نقول لا حكم ده نفي عام مش كده، ولما نجعل النفي العام حكم يبقى ده إثبات، يبقى إيه؟ تناقض. عندما نقول لا حكم ثم نقول أن الذي لا حكم حكم، يبقى هذا إيه؟ تناقض. فقال الإمام الغزالي لشيخه لا أفهم. لماذا لا يفهم؟ ليس لعجزه عن الفهم، ده حجة الإسلام، وإنما لأن الكلام في نفسه لا يفهم. الكلام ما يتفهمش، يعني لما تقول إيه لا تخلو مسألة عن حكم يعني إثبات ولا نفي، ده لابد يكون في حكم ده إثبات، ثم تقول الحكم هو لا حكم، فكيف يكون لا حكم اللي هو النفي فيكون حكما فيجعل إيه؟ إثباتا. يبقى التناقض ده أمر لا يقبله العقل. فلذلك من أدبه مع الشيخ لم يقل له أنت كلامك غير مفهوم، إنما تأدب فقال له لا أفهم، يعني كأني أنا عاجز ومش مستطيع أفهم الكلام العالي جودة الكلام الشيوخ الكبار. شوف الأدب. وكان ممكن يقول له أنت بتقول هذيان أو بتقول كلام فارغ ما يتفهمش، فقال له أنا لا أفهم. ليه؟ تأدبا معه، خشية أن يقول له هذا الكلام لا يفهم، وكأن العيب عند مين؟ عند الشيخ، فجعل العيب عنده هو.